فيديو جديد في قناة العفاريت التلاتة. مش عايز افكركم ان الاشتراك كتر، انا هقول لكم فكرة. الفكرة دي هتبقى جامدة جدا، هنقدر عن طريقها هيبقى لينا دخل ثابت على قناة اليوتيوب. طبعا انا مستني عدد الاشتراك عندي يكتر، وانا هقول لكم الفكرة عشان كلنا نبقى كسبانين فيها. النهاردة انا هحكي لكم فيديو عن الاماكن المسكونة حول العالم. الاماكن المسكونة حول العالم، في بعض الاماكن بيتقال عليها ان هي مسكونة. طب يعني ايه مسكونة؟ مسكونة دي يعني بيبقى فيها حاجات بتحصل غريبة، يعني بتسمع صوت، بتشم ريحة غريبة، تحس ان انت حد مراقبك. اول حاجة النهاردة هيكون معانا مزرعة اسمها مزرعة ميرتلس. مزرعة ميرتلس دي اتبنت سنة 1776. الوقت ده كان فيه عنصرية بين الناس البيضاء والسود، ويقال ان المبنى القديم ده مسكون بعدد من الارواح المعذبة. وفي بعض الباحثين اكدوا ان في 10 حالات قتل حصلت جوه المزرعة دي. الا 2 بس وهناك باحثين 2 اكدوا وجود مقتل من شخص اسمه كيليو، اسمر البشرة، لبنتين صغيرين داخل المزرعة. وفي بعض الشهود قالوا ان كان بيظهر اشباح البنات دي في الشبابيك بالليل، وبتحصل للناس اللي بتبقى بايتة في المزرعة. هي المزرعة دلوقتي طبعا اتحولت لفندق ومطعم بيقدم وجبات سريعة، والناس دلوقتي بتشتكي من هما بيحصل لهم حاجات طول الليل، وانهم كلموا فرقة كده اسمها فرقة اشباح في نيويورك تيجي تسكن في المزرعة دي لفترة عشان تشوف الحاجات اللي بتحصل، لان كان في حاجات بابان بيتخبط، روايح بتظهر، حاجات سيدة امريكية بتظهر كده تمشي، يجي يمشي وراها ما يلاقوش، ما يلاقوهاش، تخش اوضه النوم ما يلاقوهاش، يسمع صوت الاطفال في المنزل. الا ان 2 باحثين اكدوا ان في جريمه حصلت في الوقت ده اللي هو سنه 1860 الى 1871. الباحثين دول اكدوا ان في جريمه فعلا حصلت جوه المنزل ده او جوه المزرعه. الباحثين واحد اسمه تروي والتاني اسمه ديفيد. تروي وديفيد بيحكوا ان كان في واحد اسمه ويليام عايش في المزرعة سنة 1860 الى 1871، وانه كان شغال محامي، وهجم عليه بعض اللصوص وضربوه بالنار. ولما ضربوه بالنار قعد يقاوم وفضل يطلع على السلام لحد الدور التاني، وعند السلمة 17 توفى. ويقال ان لحد الان بتسمع صوت اقدامه على السلالم وهو طالع. طبعا انا مش عايزكم تخافوا، يعني دي اول قصة معانا. القصة التانية معانا النهاردة هي قصة الولاية الشرقية، او بالاخص اصلاحية الولاية الشرقية. اصلاحية الولاية الشرقية دي افضل مكان بيقصدوا صائدوا الاشباح، يعني اي حد عايز يصطاد شبح بيروح الاصلاحية دي. اتبنت الاصلاحية الشرقية دي في سنة 1829. صمم الطراز بتاعها على الطريقة القوطية بهدف استيعاب 250 من المساجين في مكان منعزل ومحروس، يعني عليه حراسة جامدة. وفي ذروة استخدام الإصلاحية كان هناك 1700 نزيل كانوا معتقلين من النازيين، وكان بيتم السيطرة عليهم بطريقة بؤس وضغط نفسي لحد ما يموت. لذلك هي بقى مصحة. هناك أشهر واحد من اللي كانوا مسجونين في السجن ده كان التابوت.
ده اتقبض عليه بسبب تجسس الأسلحة خلال فترة نفوذه جوه السجن، كان بيعذب بشراسة، وكان بيقول إن في شبح اسمه جيمس كلارك كان بيجري وراه أو كان بيطلع، وإنه كان الشبح ده كان هو قتله، اللي كان الشخص قتله، الشخص ده قتله في الشارع. كان قتله في الشارع، اليوم اللي قتله فيه كان يوم الفالنتين، وإن هو بيقول إن هو كان بيجري وراه في الشوارع وكان بيجيله جوه الزنزانة. وفي ناس تاني بتقول إن في شيطان كان بيجي بالليل على هيئة فرخة في الزنزانة رقم 12، وناس بتقول إن في شيء شبه الظل كان بيطلع لهم بالليل على الحيطة في الزنزانة رقم 6، وناس تانية بتقول إن كان في حاجات بتظهر في الزنزانة رقم 4، ولسوء الحظ كل الزنازين مفتوحة للزوار أو منهم في جواله. الناس كانت بتقول إن هما اللي اتنجوا أو اللي خرجوا من المصحة دي بيقولوا إن هما كانوا بيتعذبوا على كراسي وأماكن تحت زي دي مثلا. دي قدامنا صورة لكرسي تعذيب كهرباء، كان هناك مساجين بتتعذب لدرجة إنها كانت بتموت، كانت ناس بتموت محروقة، ناس بتموت من الكهرباء. في الوقت ده كان بيطلع أشباح للناس اللي بيتعذب، من كثرة الحالات النفسية اللي كانت بتيجي للمعذبين، الناس اللي بتعذب يعني المسجين، قفلوا المصحة دي، وهي دلوقتي معمولة مزار سياحي. كل اللي بيبقى عايز يشوف شيء ورا الطبيعة أو حاجة غريبة كان بيروح للمصحة دي، وناس كتير من هناك ماتوا، اللي كانوا بيروحوا الحضر ماتوا بظروف غريبة. واحد صاحبه قال إن هو سابه دخل المصحة وقعد يسمع صراخ جامد ليه، وإن هو كان بيبكي بحرقة، وصاحبه ده لما جه يشوف اتعمى مبقاش يشوف، وفضل يجري في الشوارع بعد ما خرج من المصحة وساب صاحبه جوه، ولما بلغ الإدارات المعنية دخلوا ملاقوش صاحبه أصلا. دي كانت قصة المصحة، ولحد دلوقتي هما مش عارفين يوصلوا للحل. تالت قصة معانا برج لندن. برج لندن ده من أكتر أماكن تاريخيا وشهرة بالأشباح. ليه بقى كان فيه أشباح؟ لأنه في حالات إعدام كتيرة حصلت خلف جدران لمدة 1000 سنة، وبيقولوا إن في أحد أيام الشتاء عام 1957 عند الساعة 3 الفجر الحراس سمعت شيء غريب بيدق أعلى المبنى، ولما خرجوا يشوفوا إيه اللي بيدق بيقولوا إن هو كان حاجة بيضة جدا عند البرج، عند قمة البرج. وبعد التدقيق والتفحيص كده صادف اليوم ده تاريخ 12 فبراير، والتاريخ ده كان اتعدمت فيه ليدي جين غراي وقطع رأسها سنة 1954، وقالوا إن الشبح اللي ظهر ده هو إحدى زوجات ملك بريطانيا هنري الثامن، الشبح الأكثر شهرة. يعني انتوا دورتوا على حد اسمه ملك بريطانيا أو زوجة ملك بريطانيا هنري الثامن هتلاقي بيطلع في جوجل الشبح الأكثر شهرة، لأنها لقت نفس المصير بتاع كل اللي دخل البرج أو كل اللي دخل المبنى ده.
لاحظ شبحها في عدد من المناسبات الكتير. هي اتعدمت بقطع رأسها 1536، وكانوا بيشوفوها عند البرج الشمالي وهي ماسكة رأسها شايلة رأسها وبتمشي بيه. هناك أفضل برضو أشباح تانيين زي برضو يخصونا هيرين السادس وتوماس ياكل والسير وولد، ويعتبر مكتر كونتيسة الكونتيسة لقب أميري، كونتيسة ده لقب أميري. سالبريا من أحد أقصص من أحد أكثر القصص أشباحا عنفا والمتعلقة بالبرج. بيقولوا إن صدر حكم إعدامها على الكونتيسة 1541 بسبب تورطها المزعوم في ارتكاب أعمال إجرامية على الرغم من الاعتقاد الحالي بأنها بريئة. وبعد أن قيدت في طريقها إلى منصة المشنقة هربت ولحقت عند البرج وقطعوا راسها بسيف، وما زالت مراسم إعدامها لحد الآن وتشاهد عند الكل. يعني لما بيجوا في نفس الوقت بتاع 1541 في نفس اليوم، يعني كل يوم في كل سنة في يوم محدد في السنة، اليوم ده بيبقى موافق ليوم إعدام الكونتيسة. بيقولوا إن هي كل سنة بيشوفوا الكونتيسة بنفس طريقة إعدامها بنفس أطرافها، وإنها بتعاد نفس المراصد بتاعت إعدامها كل سنة. تخيل كده معايا، أنت قاعد أو رحت لندن وصدفة إن هو اليوم بتاع إعادة المراصد ده. أنا عن نفسي أشخ على نفسي. دي كانت القصة الأخيرة معانا النهاردة. مش هفكركم تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، وانا هنزل لكم بقية القصص. انا عندي قصص كتير للاماكن المسكونة، احط لكم بس دول، دوروا ورايا لو كان صح اسمعوا القصص الباقي. شكرا ليكم، هستنى اشتراككم.